أهلا وسهلا بكم من جديد طلابنا الأعزاء، طلاب معهد الثالثة قسم تقنيات ومختبرات طبية في الجامعة الإسلامية. رجعنا معكم مختبر جديد من مادة تقنيات ومختبرات المتقدم. حديثنا في هذا المختبر حيكون عن Complete Blood Test أو ما يعرف بالـ CBC in Hematology Lab. تحدث عن بعض التقنيات الكلاسيكية القديمة، وراح نتحدث أيضا عن الطرق الحديثة في مجال فحص صورات الدم الكامل. طبعا في بداية الأمر لازم نفهم ما هو فحص CBC وما هو فحص صورة الدم الكاملة، ما هي الأشياء اللي يفحصها هذا أو اللي يقيسها هذا الفحص. طبعا صورة الدم الكاملة هي هو فحص يتضمن كل مكونات الدم البروتينية والخلوية، فحصها وقياس أعدادها ومقارنتها مع النسبة الطبيعية لمعرفة إذا كان هناك خلل في مكونات الدم أو خلل في أحد الوظائف. الفحوصات اللي يقوم بها هذا الفحص أولا هو White Blood Cell أو ما يعرف بالـ White BC أو كريات الدم البيض، عد كريات الدم البيض، وهذه دورها معروف في الدفاع عن الجسم كخلايا مناعية. هذه عددها يتراوح من 4500 إلى 11000 للفرد الواحد، أي انخفاض أو ارتفاع في هذا الرقم هو مؤشر على وجود خلل في الحالة المناعية، أو مؤشر في حالة الانخفاض هو مؤشر على وجود خلل في الجهاز المناعي، وفي حالة الارتفاع هو مؤشر على وجود infectious معين استجاب للجسم بزيادة أعداد هذه الخلية. أيضا عندنا White BC Differential أو Differential White Blood Cell Differential، الخلايا المناعية، أشكال الخلايا المناعية أو أنواع الخلايا المناعية أو أنواع الخلايا كريات الدم البيض. هذه الأنواع هي تتضمن طبعا كريات الدم البيض، هي ليست شكل واحد أو نوع واحد، هي خمسة أنواع اللي هي المونوسايت واللمفوسايت والجرانيلوسايت والجرانيلوسايت بأنواعها المختلفة اللي هي النيتروفيل والبيزوفيل والأسيدوفيل. طبعا هذا الوايت بي سي ديفرنشيال أو وايت بلس سيل ديفرنشيال هو يقوم بعد كل مجموعة من هذه المجاميع، كل نوع ينطي العدد الصحيح لهذا النوع، وأيضا من خلال مقارنة مع الأعداد الطبيعية يمكن معرفة نوعية الانفكشيوس أو نوعية الخلل الموجود في الجسم. لأن مثلا على سبيل المثال البيزوفيل مسؤولة للاستجابة لانفكشيوس معين، في حين الأسيدوفيل مسؤولة عن الاستجابة لانفكشيوس آخر. فبالتالي أنت تقدر تعرف إذا كان أكو ارتفاع بالبيزوفيل أو النيتروفيل أو اللمفوسايت نوعية الخلل أو نوعية المشكلة أو نوعية الانفكشيوس. ايضا هذا الفحص يعد الـ RBC Red Blood Cell، و Red Blood Cell هي المسؤولة عن الحاملة للهيموغلوبين، مسؤول عن نقل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون، وهذه نسبتها تختلف من النساء إلى الرجال. في النساء تكون من 4 إلى 5 ملايين، في حين في الرجال من 5 إلى 6 ملايين خلية في المليمتر المربع مكعب. عندنا أيضا الهيموغلوبين الHb أو HGB يرمز له ويسمى بالهيموغلوبين أو يطلق عليه باللغة العربية خضاب الدم. طبعا الهيموغلوبين هو يكون محمول على كريات الدم الحمض، وهذا يقاس بالغرام في الدي سي لتر أو الغرام باللتر. النسبة الطبيعية أيضا قلنا تختلف من النساء إلى الرجال، في النساء تكون من 12 إلى 15 غرام لكل ديسيلتر، يعني لكل 100 مل 12 إلى 15 غرام، في حين في الرجال من 13 إلى 17 غرام لكل ديسيلتر. بالنسبة أيضا عندنا الهيماتوكيت أو البوكيت سيل فوليوم، حجم الخلايا المخصوصة اللي هو يمثل ما يحتويه الدم من كريات دم حمراء، وهذا يقاس بالنسبة المئوية. وأيضا هذا رقم يختلف من الرجال للنساء، بالنساء من
36 إلى 42 أو 41، في حين في الرجال من 40 إلى 50 أو يتجاوز هذا الرقم. MCV Mean Corpuscle Volume اللي هو حجم الكريات، وأيضا هذا يمكن حسابه من خلال ال HCG و ال RBC. وعدنا البليتليت، الصفائحات الدموية، البليتليت اللي هي مسؤولة عن التخثر، وهذه نسبتها أيضا ثابتة، هي بين 150 ألف إلى 450 ألف خلية أو كرية ضمن المنبثة. عموما هذه المكونات اللي يقوم بها فحص السي بي سي أو صورة الدم الكاملة، يعطي صورة كاملة عن خلايا الدم وايت بي سي بأنواعها وآر بي سي وبليتليت اللي هي المكونات الخلية، وأيضا يعطي صورة عن المكونات الأخرى والنسب الأخرى كالهيموغلوبين اللي هو مكون بروتيني، والنسب الأخرى كالسي تي والام سي بي. الآن بعد أن فهمنا ما هو فحص السي بي سي وما هي الأشياء اللي أقيسها، أتحدث الآن عن بعض الطرق الكلاسيكية والطرق الحديثة في أداء هذا الفحص. أول شيء عندنا الوايت بي سي كاونتينج، طبعا هي ما يعرف بالسيل كاونتينج اللي يضم الوايت بي سي كاونتينج والآر بي سي كاونتينج. هذه الطريقة تم على خاص على ما يعرف بالوايت بي سي تشامبر أو سيل كاونتينج تشامبر. سلايد يحتوي على مناطق محززة أو مناطق مقسمة إلى مربعات أو إلى عدد، وهذه توضع عليها العينة وتفحص تحت المجهر. طبعا ناخذ السلايد اللي راح نشوفها بالصورة التالية، نضع عليها الكفر سلايد على المنطقة المدرجة الخاصة بالقياس، نخفف العينة. عينة إذا عادنا أن نفحص الـ YPC نحتاج إلى الـ Glacial Acetic Acid أو الـ Distal Water، نخفف العينة 1 إلى 20، يعني إذا أخذنا 1 مول نخففها 20 مول، يعني إذا أخذنا 1 مايكوليتر نضيف له 19 مايكوليتر حتى يصير 20، وبالتالي خففت العينة إلى 1 إلى 20. تحمل على المنطقة الخاصة بالقياس وتقاس وتحسب الخلايا الموجودة ضمن المربعات الموجودة على السلايد وفق المعادلة التالية. راح نحسب عدد الخلايا اللي نشوفها تحت المجهر في معادلة التخفيف اللي هو 20 مرة، والتقسيم الفوليوم فاكتور اللي هو حجم كل مربع، راح يطلع لنا عدد الخلايا اللي يريدها. RBC بنفس الطريقة أيضا طريقة العد، لكن هنا التخفيف راح يكون 1 إلى 200 أي 10 أضعاف، بسبب أنه الخلايا RBC تكون أصغر حجما والعد يكون بمربعات الأصغر الموجودة في المنتصف على ما يعرف بالهيموسيتوميتر أو الشامبر سلايد، وتحسب من خلال المعادلة التالية. نمبر ريد سيل كاونتد نحسب عدد الخلايا اللي نشوفها تحت المجهر في معامل التخفيف اللي هو 200 مرة في 5، 5 جاية من 1 العفو 2 إلى 10 أي 0.2 تقسيم 0.2، طبعا بدل أن تكون تحت بدل أن تكون مقام ترفع وتضرب في 5 في 1 بالعشرة اللي هو حجم المربع. هذا السلايد اللي يتم عليه عد الخلايا، طبعا لأنه هذه البايبيت اللي تأخذ بها العينة. طبعا هذه البايبيت تكون نوعين، إحداهما بالخزة الحمراء أو بالكرة الحمراء اللي هي خاصة بالآر بي سي، والأخرى بالكرة البيضاء اللي هي هنا تبدو غير واضحة لكن هي موجودة الخاصة بالوايت بي سي. احنا ناخذ عينة الدم نخففها، في حال اخذنا وايت بي سي راح نخففها ويا الجليشيال استيك اسيد دستل ووتر بنسبة 1 الى 20، وتوضع على هذا السلايد. هذا السلايد
هذه المنطقة هي اللي تكون مقسمة في هذه المربعات. هذا هو التقسيم الواضح. هذا الجزء بالمنتصف مربعات صغيرة هو خاص بالـ RBC، وهذه الأربع مربعات الكبيرة هي خاصة بالـ YBC. طريقة العد، لما نجي نحسب الخلايا راح نحسب بشكل منتظم. يعني على سبيل المثال لو جينا هنا اكو 8 خلايا، شو نحسب 8 خلايا؟ نحسب بهذا الشكل وليس بشكل عشوائي 1 2 3 4، لا، نحسب، نبدأ من اليسار إلى اليمين، حسبنا، ننزل للأسفل، نبدا من اليسار اليمين لليسار، ومن ثم للأسفل، ومن اليسار إلى اليمين، ومن ثم بالعكس. هذه الطريقة راح تعطينا بالحساب راح تعطينا نتائج أكثر دقة. نحسب عدد الخلايا، مثلا على سبيل المثال هنا 8، هنا 9، هنا 11، هنا 8، 9، فعدنا 17 و11 صارنا 28، لو افترضنا 10 صارنا 38 خلية. هذه 38 خلية نجي نطبقها على هذه المعادلة. 38 في معامل التخفيف اللي هو 20، 38 في 20 تقسيم 1/10، وراح يطلع الناتج هو مثل عدد الخلايا. ايضا الموضوع بالنسبة للـ RBC بنفس الطريقة، لكن بالـ RBC الحساب يكون ضمن هذه المربعات الصغيرة. هذه المربعات الصغيرة مو كلها، وانما هنا الاول، ثاني، ثالث، رابع، والخامس في المنتصف. راح نحسب ايضا بنفس الطريقة عدد الخلايا. طبعا هنا راح نغير العدسة الى العدسة الاكبر، راح نبدي نعد الخلايا، ومن ثم نرجع الى هذه المعادلة. ايش قد شفنا؟ على سبيل المثال 150 خلية، 150 خلية في 200 في 5 تقسيم 1/10، راح يطلع لنا عدد فيات الدم الحمراء، ومن خلالها نعرف اذا كان العدد منخفض او مرتفع. هذه الصورة توضح لنا بشكل أكبر وبشكل أدق الـ RBC، مناطق الخاصة بالـ RBC والمناطق الخاصة بعد الـ YBC. هذه المربعات الكبيرة هي الـ YBC، هذه الأربعة الكبيرة هي الـ YBC، وهذه المناطق الصغيرة هي لعد الـ RBC. طبعا طريقة العد مثل ما ذكرنا تكون بهذا الشكل المرتب، نمسح المنطقة من الأعلى إلى الأسفل، من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، إلى أن نحسب عدد الخلايا لكي لا نغفل أي خلية. هذه طريقة تعطينا نتائج أكثر دقة. كل مربع نقوم بحساب كل مربع على حدة، كل منطقة على حدة، ومن ثم نجمع المربعات مع بعض ونطبق عليها المعادلة، وأيضا هذا الكلام ينطبق على الـ RBC cell. هذا بالنسبة لـ RBC أو الـ YBC counting. طبعا أيضا هذا الكلام ممكن أن ينطبق على البليتلت، لكن صعوبة مشاهدة البليتلت ضمن هذا ضمن هذه الخلايا لأن صغيرة جدا وعددها يكون قليل جدا. هذه العدة أو الكيت الخاص بالهيموسايتوميتر تحتوي على سلايد وكفر سليب واليوتيوبات الخاصة بالسحب. هذه مع الكرة الحمراء للـ RBC، وهذه مع الكرة البيضاء للـ YBC. تحدثنا عن السلايد وطريقة العادة على السلايد. ايضا عندنا الفحص الاخر اللي هو البي سي في تيست. البي سي في تيست كما ذكرنا هو البوكت سيل فوليوم، ومثل نسبة كريات الدم الحمر في الدم للشخص الواحد. هنا عن طريقة العد راح تختلف قليلا، او طريقة الحساب راح تختلف باستخدام الكابيلاري تيوب وليس التيوب التقليدي.
الكعب الأتيوب راح ناخذ عينه، راح ناخذ الكعب الأتيوب هيبنايز كعب الأتيوب، يكون أطراف مادة أحمر يحتوي على مادة الهيبارين يمنع تخثر الدم، وغالبا احنا راح نقوم بسحب الدم بـ EDTA تيوب، فبالتالي عملية التخثر هي مستبعدة. راح نسحب كمية من الدم هذا التيوب، مجرد أن نضعه أمام الدم راح يسحب الدم أن ينملي إلى أكثر من 70% من مساحته بالدم، ومن ثم نضع عليه الطي الاصطناعي أو الواكس بليت أو ما يعرف بالبلاستيشين، يغلق من جهة ويوضع على الهيماتوكايت سنترفيوج أو البي سي في سنترفيوج، السنترفيوج الخاص بالبي سي في، هذا هو السنترفيوج الخاص بالبي سي في، توضع المنطقة التي تحتوي على الطين الاصطناعي أو المنطقة المغلقة بهذا الاتجاه، لأن أثناء الدوران راح يقوم الجهاز أو الطائر المركزي بدفع الخلايا إلى هذا الاتجاه، وبالتالي راح تتجمع في هذه المنطقة، لكن إذا كانت مفتوحة فراح تطلع إلى الخارج، فبالتالي يجب أن نغلق هذه المنطقة. بعدها نضعها بسنترفيوج، بعد أن نشغل السنترفيوج بسرعة 11,000 دواء بالدقيقة لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق حسب بعض المصادر، ونخرجها. نخرجها راح يكون بثلاث مناطق، المنطقة الأولى اللي هي كريات الدم الحمراء المخصوصة، المنطقة الثانية اللي هي تكون غير واضحة نهائيا اللي هي البافيكوت، البافيكوت اللي هي تحتوي على خلايا الوايت بي سي، ومن ثم البلازما. بعد أن كملنا عملية السنترفيوج راح ناخذها إلى هذه ما يعرف بالباس بي سي بي ريدر أو مصدر أو مصدر الخاصة بالبي سي بي القارئ. راح نضع التيوب على هذه المنطقة في هذا الشق، من نضع التيوب في هذا الشق راح نخلي مستوى البلازما، مستوى البلازما اللي هو هذا طرف البلازما أو السطح الأعلى من البلازما راح يكون بمستوى موازي لهذا الخط، نخليه ونبدي نحرك هذه المسطرة يمين ويسار إلى أن تصير البلازما مع هذا الخط تماما، ومن ثم نبدأ بتحريك هذه المسطرة بمستوى الدم، أي هذا الخط يكون مع مستوى البلازما وهذا الخط يكون مع مستوى الدم، أي الخط الثابت يكون مع مستوى البلازما هذا، والخط أو المسطرة المتحركة تحرك مع بلازما الدم اللي هي هذا أو مع خلايا الدم عفوا، الخط الثابت مع البلازما والخط المتحرك مع الدم، ومن ثم بعد ما وضعنا هذا مع مستوى البلازما هذا مع مستوى الدم راح نشوف الخط إلى أي رقم قد وصل، وهذا الرقم هو يمثل نسبة البي سي في في الدم. هذه الطريقة رغم أنها طريقة قديمة لكن هي دقيقة جدا وسهلة الاستخدام وشائعة حتى الوقت الحاضر. هنا هذا الفيديو يوضح أن الأدوات اللي نحتاجها لقياس البي سي في، نحتاج بي سي في ريدر، نحتاج كابل اليوتيوب والبلاستيسين أو ما يعرف بالطي الاصطناعي، وأيضا عينة الدم اللي راح نشتغل عليها. الكابل اليوتيوب ممكن يكون هذا الكابل الأحمر أو الكابل الأزرق، في حال لو أخذنا عينة الدم من البيض مباشرة نستخدم الكابل الأحمر لأن تحتوي على الهيبارين، أما إذا أخذنا عينة الدم من تيوب EDTA فهي لن تتخثر فيما بعد، فبإمكاننا أن نستخدم هذا التيوب اللي هو الهيبارين أو التيوب الكابل الأزرق اللي هو يكون غير حاوي على الهيبارين، إحنا مخيرين. وأيضا نحتاج إلى جهاز البي سي في سنترفيوج او الهيماتوكيت سنترفيوج. طريقة العمل راح ناخذ هذه التيوبا راح ناخذ من عندها ناخذ عينة الدم اللي نجمع بها عينة الدم عفوا، نمزج عينة الدم بشكل جيد
مجرد أن نضع التيوب بتماس، طرف التيوب بتماس مع الدم، راح نلاحظ أنه بالخفاء الخاصية الشعية راح ينتقل الدم إلى داخل هذا التيوب. كمية الدم هي لازم تكون أكثر من نصف التيوب، لازم تكون كمية كافية. كل ما كانت الكمية مناسبة كل ما كانت القراءة أكثر دقة. لاحظوا يا أخذنا كمية دم مناسبة. بعد ما أخذنا هذه كمية الدم راح نخليها على الطين الاصطناعي. الطين الاصطناعي هو أن يغلق التيوب من الجهة المقابلة. طبعا نتخلص من الدم الفائض أو الزائد. لاحظ شلون نغلقها، مجرد نخليها بالطين الطين الاصطناعي، هذا الطين الاصطناعي أو المعجون راح يغلق التيوب من الطرف الثاني، وبالتالي راح يمنع الدم من النزول من الجهة الثانية. بعد هذه الخطوة ننتقل إلى السنترفيوج. طبعا بالإمكان نسوي عينتين أو أكثر. الآن ننتقل نضعهم بالسنترفيوج. وضعهم بالسنترفيوج تكون المنطقة الحاوية على السيلينج ماتيريال أو البلاستيسين أو الطين الاصطناعي تكون للخارج. لاحظوا هاي، لاحظ المؤشر، هذه المنطقة هي حاوية على البلاستيسين، أما المنطقة الخالية من الدم فهي تكون للداخل، لأن عملية الطرد المركزي راح تدفع المكونات كلها إلى الخارج، كلها إلى الخارج. فإذا كانت هذه المنطقة غير مغلقة راح نفقد العينة، راح يطلع الدم يسرب الدم إلى الخارج وبالتالي نفقد العينة. هذا وضعها يكون في سنترفيوج بهذا الشكل. ثم نضع العينة الثانية في حال وجود عينة ثانية بالجانب المقابل، وبعدها نقوم بتشغيل السنترفيوج على درجة على سرعة 10,000 دورة في الدقيقة الواحدة. طبعا نضع الغلاف حتى لا تطير العينة. نغلق الجهاز، نضع على سرعة 10,000 دورة دقيقة. لاحظ هنا رقم 100. 100 هنا كل رقم يمثل 100 دورة بالدقيقة. فمائة 100 في 100 يعني 10,000 دورة بالدقيقة. هذا الوقت اللي هو 5 دقائق، ومن ثم نعطي ستارت. راح يبدأ بالدوران. ننتظر لمدة 5 دقائق انه نستخرج العينة ونضعها على البي سي بي ريدر. الآن انتهى الوقت وبدأ الجهاز سنترفيوج يتوقف. نستخرج العينة نضعها على البي سي بي ريدر. لاحظ هنا راح نميز مناطق العينة. مناطق العينة راح يكون عدة مناطق. المنطقة الأولى اللي هي الواكس ماتيريال أو السيلينج ماتيريال أو الطين الاصطناعي، ثم كريات دم الحمض، ثم البافي كوت. هاي المنطقة غالبا تكون غير واضحة ومندمجة مع منطقة البلازما. البافي كوت اللي هي منطقة كريات الدم البيض، ومن ثم منطقة البلازما بالأعلى. هذه البلازما بافي كوت ار بي سي، ومن ثم السيرمنج ماتيريال أو المادة الغالقة للتيوب. راح ناخذ نضعها وين؟ نضعها على البي سي بي ريدر. بالبي سي بي ريدر عندنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه لازم يكون مستوى الدم من الأسفل ويا هذا الخط الأسود. ثانيا مستوى البلازما من الأعلى يكون ويا هذا الخط. نبدأ نحرك هذه المسطرة.
يمين ويسار، وين ما وصل مستوى البلازما مع الخط من الأعلى راح نثبت عند هذه النقطة. نبحث عن نقطة التقاء البلازما مع الخط إلى أن وصلنا إلى نقطة البلازما تلتقي مع الخط من الأعلى وكريات الدم الحمر تلتقي مع الخط من الأسفل، ثم نبدأ بتحريك المصدر. تحريك المصدر من خلال هذه العتلة، هذه العتلة نحركها تحرك هذا الخط. هذا الخط لازم أن يكون بمستوى كريات الدم الحمر من الأعلى، خط الأسود من الأسفل، هذا الخط من الأعلى وهذا الخط يكون على مستوى البلازما. هذا الخط متى ما التقى مع كريات الدم الحمر راح نثبته ونقرأ الرقم اللي موجود على جانب اليمين، وهذا الرقم هو اللي يمثل، هذا الرقم هنا هو اللي يمثل قيمة الPCB. قد على 35 أو 34 نسجلها بدقة ونعتبرها هي هذه نتيجة الPCB اللي عندنا. هذا ما يتعلق بالPocket Zero Volume Test أو فحص الPCB أو الهيماتو. الآن ننتقل إلى جزء آخر أو مكون آخر مكونات الدم وهو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين تيست هو مؤشر لواحدة من أهم وأكثر الحالات المرضية انتشاراً لو هي فقر الدم أو مايوب الأنيميا. زيادة أو ارتفاع الهيموغلوبين هو مؤشر غير صحي، قد يشير إلى كثير من الأمراض، قد تكون بعدها بعضها وراثي وبعضها مكتسب. فحص الهيموغلوبين توجد عدة طرق وأدوات لفحص الهيموغلوبين، بعضها يعتمد على تغير اللون، بعضها يعتمد على ارتباط كمية الأكسجين المرتبط، بعضها يعتمد على كمية الحديد المرتبط وإلى آخره من الفحوصات. راح نتحدث عن واحدة من أكثر الطرق أو طريقتين هي الأكثر انتشاراً، ألا وهي السالي ميثود والدوبكين سوليوشن. سالي ميثود هي طريقة كلاسيكية بسيطة جدا، تعتمد على تغير لون الدم بعد مزجه بحامض الـ HCl، نتيجة تكسر الهيموغلوبين وتكسر البروتينات الدم فيتغير اللون، ومن خلال تغير اللون نقدر نحدد كمية الهيموغلوبين. الطريقة أو الأداة تعتمد على هذا الريك أو هذه الأداة، تحتوي على عمودين زجاجيين على الجانب باللون البرتقالي، تحتوي أيضا ملحقة بها تيوبا تعب السالي تيوب ورود زجاجي والسالي بايبيت وقطع قطع تحتوي على HCl. نضع كمية من HCl في هذه التيوبة إلى مستوى 2 غرام، طبعا هذه التيوبة هي مدرجة 2 8 10 إلى آخره لا تصل إلى رقم 2 غرام، ومن ثم نضيف 20 مايكوليتر من الدم. بعد إضافة 20 مايكوليتر من الدم نبدأ نحركها بالرواد الزجاجي، نمزج راح يبدي يتكسر الدم بفعل HCl. نضع التيوبة كما في هذا الشكل، كما في هذه الصورة نضع التيوبة في الرك مع التيوبة حاوية على الدم الرئيسي، ونبدأ نخفف بالدستل ووتر. التخفيف قطعات بشكل قطعات متتالية متقطعة، راح يبدأ اللون يتغير، راح اللون اللي هنا اللي يتغير راح نقارنه مع لون هذه الزجاج، هذه الأعمدة الزجاجية اللي موجودة على جانب. متى ما وصل لون الدم أو لون المزيج بشكل مساوي للون الزجاجيات نتوقف عن التخفيف، نتوقف عن الإضافة، ونحدد الرقم اللي وصل له الدم ونعتبره هو هذا كمية الأسياد، يعني كمية الهيموغلوبين عفوا. يعني بعد ما خلينا الأسياد خلينا عليه الدم، خلينا بهذه التيوبة نبدأ نقطع بالقطع قطع قطع إلى أن يصل لون الدم مساوي للون هذه الزجاجيات. لما وصل لون الدم راح نقرأ الرقم ونعتبره هو هذا كمية الهيموغلوبين. على سبيل المثال تساوى لون الدم مع لون الزجاجيات عند رقم 12، فنقول أنه الهيموغلوبين هو 12. عند رقم
9 هيموغلوبين هو 9 وهكذا. هذه الطريقة طبعا هي تعتبر غير دقيقة لعدة أسباب. السبب الأول أنه هذه الزجاجيات بعد مدة من الزمن يبدأ يتغير لونها، وبالتالي أنت ما تقدر تعرف أنه كذا كانت هذه الزجاجيات قديمة أو حديثة، واللون إذا كان حقيقي أو لا. هذا واحد. اثنين، الاختلاف بالقدرات البصرية واختلاف الإضاءة أيضا ممكن أن تخدع الشخص، أنه ممكن درجة الإضاءة تهيئ لك أنه اللون مساوي للون الزجاجية وهو غير مساوي، وبالتالي أحتطي خطأ بالقرار. قدرات البصرية للأشخاص، ممكن شخص نظرة ضعيف، ممكن شخص عنده مشكلة برؤية الألوان ودقتها، هذا يسبب أيضا مشكلة في القرار. كذلك نقاوة الاتصال، نظافة التيوبات إلى آخره من التفاصيل الأخرى. لذلك هذه الطريقة بدأت شيئا فشيئا يقل الاعتماد عليها وقد تنقرض في القريب العادي. الطريقة الأخرى اللي هي طريقة الادابكن سوليوشن، سيانوميثوهيموغلوبين. الادابكن سوليوشن هي طريقة أكثر دقة، وأيضا تعتمد للمقارنة أو لتشخيص أو فحص مدى دقة الأوتوماتيد. طريقة الدابكن سوليوشن، محلول الدابكن ممكن أن نحضره بالمختبر وممكن أن نشتري جاهز بالأسواق. المحلول البي اتش مالته من 7 إلى 7.4، يحتوي على البوتاسيوم سيانايد والبوتاسيوم فيرسيانايد والبوتاسيوم هيدروجين فوسفيت ونيونيك نيتروجين وديستل ووتر. هذا المحلول بالإمكان تحضيره أو بالإمكان شراءه من الأسواق. طبعاً شراءه متوفر بسهولة، متوفر بالأسواق. نأخذ كمية من الدم، 5 مل من الدم، توضع على مع هذا، توضع مع المحلول مع دابكن سوليوشن، تمزج، وبعد أن نمزجها تبدأ التغيرات اللونية، نضعها في السبيكتر فوتوميتر عند 540 نانو متر طول موجي نانو متر، وثم نقرأ الطول الموجي، نقرأ التغير الطول الموجي ونضربه في الفاكتر. الفاكتر غالبا يكون 37 أو 36.8. هذه الطريقة هي أسرع وأكثر دقة من السالي مثل، ومعتمدة في كثير من المختبرات. هذا ما يتعلق بالطرق الكلاسيكية والطرق القديمة لفحص مكونات الدم. الآن ننتقل إلى الطرق الأوتوميتد، الطرق الحديثة أو التقنيات الحديثة. التقنية اللي نتحدث عنها الآن هي التقنية الأبرز والأكثر انتشاراً، والتي تعتمد عليها كل أجهزة فحص الدم في العالم اليوم، مهما اختلفت أشكال الأجهزة أو مجالاتها أو بعض التفاصيل الدقيقة، لكن هو المبدأ واحد، كلها تستند إلى هذا المبدأ، وهو ما يعرف بمبدأ كولتر برنسبل، اللي تحدثنا عنه في محاضرات النظري وشرحنا عن تفاصيل كيفية العمل وكيفية إجراء فحص العينة. طبعا مثل ما ذكرنا أنه الكولتر برنسبل يعتمد على باث، حوض. هذا الحوض توضع فيه العينة بعد تخفيفها بمحلول موصلة الكهربائي سلاين، هذا الإلكترولايت أو السلاين، يوضع فيه الباث وتوضع فيه العينة، تخفف العينة في الباث بالمحلول. المحلول موصلة الكهربائي، توجد قطبين أنود والكاثود. هذا الأبيرتشر اللي يتمر من خلال الخلايا لتقوم بعملية العد. بفعل التوصيل راح ينتقل المحلول الحامل للعينة من هذا القطب إلى القطب الآخر، من هذا القطب إلى القطب الآخر عبر هذا القطب. من يمر راح يكون حامل للخلايا، راح يقطع التيار الكهربائي اللي موجود هنا، راح يحسب الجهاز كم مرة انقطع التيار الكهربائي ومدة كل قطع. هذا على هالأساس راح يميز الخلايا، كل مرة ينقطع بها التيار يحسب عدد، ومدة التيار هي اللي تبين حجم الخلية. كل ما كان مدة القطع أكثر، كل ما عرف إن هذه الخلية أكبر، بالتالي هي وايت بي سي. بعد إذا كانت مدة القطع أقل فهي RBC، وإذا كانت أقل فهي platelet، وهكذا يحسب كم انقطع التيار
لمدة زمنية طويلة، وكم ما انقطع لمدة زمنية قصيرة، وكم ما انقطع لمدة زمنية متوسطة، على الأساس يقدر يحسب RBC وITBC platelet وهكذا. هذا جهاز CBC. طبعا احنا عندنا في مختبر الفسلجة وأمراض الدم عندنا جهاز CBC، قد يختلف من بعض التفاصيل بالشكل أو الحجم، شكل الشاشة أو الموديل أو التفاصيل أو الأزرار اللي تستخدم لإعطاء البيانات، لكن هو المبدأ واحد، كله يستند إلى كولتا برنسبل اللي شرحناه سابقا. الجهاز مكون من بوب نيدل اللي يسحب العينة، وسنسر اللي يعطي إيعاز، وشاشة اللي تظهر عليها النتائج، وملحق بالجهاز عدد من المحاليل. المحاليل هي ثابتة، الدلونت أو الديليوشن واللايس والكلين. الدلونت هو السلاين اللي يخفف العينة لغرض مرورها خلال فيرتشل وحساب عدد الكريات البيض والحمر وحساب البلاتلت. هذا بالنسبة للسلاين أو الدلونت. اللايس هو محلول لغرض حل كل الأغشية الخلوية. بعد أن يتم عد الخلايا RBC وITBC وبلاتلت بفعل تخفيفها بالدلوات، راح يضاف اللايس. من يضاف اللايس، هذا اللايس راح يحل كل أغشية الخلايا. بالنسبة للITBC راح تبقى الأنوية فقط. بعد ما تبقى الأنوية، أيضا راح تمر الأنوية من خلال هذا الثقب، دخل هذا الأبيرتشر وتعبر. طبعا أيضا يتم تخفيفها. هذه الأنوية أحجامها تختلف بناء على الأحجام وبناء على المعطيات المدخلة في الجهاز أو البيانات المدخلة في الجهاز. راح يشخص بناء على أحجام الأنوية أنه هذه إذا كانت النواة هي مونوسايت، لمفوسايت وغرانيلوسايت. هذا بالنسبة للوايت بي سي. بالنسبة للآي بي سي، بعد أن اللايس يحل الأغشية راح يتحول الهيموغلوبين. الRBC ما تحتوي على أنوية، راح يتحول فقط منها الهيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين راح يتم قراءته بنفس الطريقة اللي تم بيها قراءة الهيموغلوبين بطريقة دابكن. طريقة دابكن اللي حكينا عنها قبل قليل، اللي تعتمد على تفاعل الدم مع السيانيد البوتاسيوم. أيضا هذا المحلول يحتوي على السيانيد البوتاسيوم. بعد أن تحل الأغشية الخلوية راح يتحد الهيموغلوبين مع السيانيد البوتاسيوم، ويكون معقد يتم قراءته من خلال طول موجي موجود ضمن الجهاز، وينطي كمية الأجهزة. هنا حسب الديلوشن، حسب الRBC وITBC بلاتلت، ومن ثم اللايس، مكننا أن نحسب الديفرنشيال وأن نحسب أيضا كمية الهيموغلوبين. قد تختلف الأجهزة، قد تختلف في شكلها، قد تختلف في حجمها، قد تختلف في تسمية المحاليل. بعضها يكتب مثلا دلوانت، بعضها يكتب ديليوشن، بعضها يكتب دلوانت، بعضها يكتب سيل باك. اللايس أحيانا يكتب ستيرمالايزر، أحيانا يكتب عليه لايس، أحيانا يكتب عليه لايسز، لكن يبقى المبدأ هو واحد. دلوانت يقوم بتخفيف العينة، لايس يحل الأغشية الخلوية، والكلين يقوم بتنظيف الباث أو تنظيف هذا الحوض بعد أن تنتهي هذه العملية. بعد أن يتم حساب العينة من RBC وITBC هيموغلوبين PCV إلى آخره، يضاف الكلين ليتخلص من أي بقايا لعينة الدم، خوفا من حدوث خثة أو خوفا من تداخل مكونات العينة السابقة مع العينة الجديدة. هذا ما يتعلق في موضوع CBC، فحص CBC. تحدثنا به عن الطرق القديمة والحديثة، طرق المانيوال وطرق الأوتوميتد. في حال وجود أي استفسارات تتعلق بمحاضرة أو بموضوع المادة، يرجى مراسلة أستاذ المادة أو مراسلة أستاذ المادة على منصة التعليم الإلكتروني موقع الجامعة الإسلامية. شكرا لك.